اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سكن هذا البلد العظيم المدينة المنورة. والجميل في هذا المشروع أن هذا المشروع هو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فجميل جدا الإنسان يضع له سهم في هذا المشروع العظيم. ولا يحتقر الإنسان حتى وإن كانت ريالات قليلة، ريال أو ريالين أو خمسة أو عشرة، وكلما زاد الإنسان من العطاء زاده الله سبحانه وتعالى من الخير. لما نتأمل في آيات القرآن الكريم حول الإنفاق والصدقة والبذل والعطاء نجد العجب العجاب في الخير والبركة التي تعود علينا بعد الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. لو نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم، وش بعدها؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترى المتصدق بإذن الله ما عليه خوف ولن يحزن بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الصدق والإخلاص واليقين بالمردود الذي يأتيك من هذه الصدقة تزيد من هذه النفقات. فكل ما زدت من الإنفاق زادك الله سبحانه وتعالى من الخير ومن الخلف المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تخف ولا تحزن في الصدقة في هذه المشاريع، وخصوصا هذه المشاريع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.